يبدو أن إدارة شبيبة بجاية عازمة على إنجاح فترة التحويلات الصيفية من خلال التعاقد مع أسماء لها من الخبرة ما يؤهلها لإعادة ماغورايا إلى الرابطة الأولى المحترفة الموسم المقبل. وفي هذا الصدد حسمت يوم الثلاثاء إدارة الفريق صفقة متوسط ميدان اتحاد بلعباس السابق فاروق بلقايد الذي وقع على عقد يمتد لموسمين مع أصحاب اللونين الأحمر والأخضر. البجويون يعلقون آمالا كبيرة على النجم شبيبة القبائل ووفاق سطيف الأسبق نظرا للإمكانيات الكبيرة والخبرة الطويلة التي يتمتع بها في الميادين الجزائري.